فيليب كينزومبي. رسميات المهاجم الكونغو اللي غادي يشارك لاعبا فريق الرجاء العالمي في هذه الانتقالات الصيفيه. وهذا اللاعب هذا اليوم بشكل رسمي سنى العقد المبدئي ديالو رفقه فريق الرجاء العالمي. وهذا المهاجم الكونغو اللي كاين بزاف ديال الجماهير الرجاويه اللي كيعرفوا فقط الاسم ديالو وما كيعرفوش شكون هو هذا اللاعب هذا نهائيا. وانا جيت في هذا الفيديو باش نعطي الصغيره والكبيره على فيليب كينزومبي. هذا اللاعب الكونغولي تزاد بالتحديد في 26 جوان في موسم 1999، يعني هذا اللاعب هذا حاليا في العمر ديالو 25 سنه. اما من ناحيه المسيره الكرويه هاد اللاعب ففيليب كونزومبي بدا المسيره الكرويه ديالو في الدوري الكونغولي وبدا كيدرج بزاف ديال الفرق المغموره حتى الموسم 2016 بدا كيلعب مع فريق بازانو الكونغولي ودوز مع هاد الفريق هذا من موسم 2016 حتى الموسم 2020. هنا فيليب كونزومبي غادي ينتقل فريق تي بي مازيمبي ومن 2020 حتى الموسم 2024 هو كيلعب في هاد الفريق. وحاليا هاد اللاعب هذا غادي ينتقل فريق الرجاء العالمي. اما من ناحيه المراكز اللي كيلعب فيهم فيليب كونزومبي، فيليب كونزومبي كما كنعرفوا بلي كيلعب كمهاجم وبالتحديد هاد اللاعب هذا رفقة فريق تي بي مازيمبي كيلعب كجناح ايمن، ولكن عاوتاني في نفس الوقت راه بزاف ديال الاحيان كيلعب كجناح ايسر وزيد عاوتاني في مباريات قليله كان تيلعب كراس حربه. يعني فيليب كونزومبي من ديك النوعيه ديال المهاجمين اللي يمكن لك توظفهم جميع المراكز ديال الهجوم. نمشي دابا ندور على ثالث حاجه واللي هي القيمه التسويقيه ديال اللاعب. فيليب كونزومبي كيتعتبر من ديك اللاعبين اللي القيمه التسويقيه ديالهم منخفضه واحد شويه، وهذا اللاعب هذا وصل القيمه التسويقيه ديالو الى 200,000 دولار. وهذا الانخفاض في القيمه التسويقيه ماشي دليل بان هذا اللاعب هذا ما تعتبرش واحد المهاجم اللي قوي، ولكن راجع لان هاد اللاعب هذا كيلعب في واحد الدوري اللي مغمور. نمشيو دابا ندور على ابرز الاحصائيات ديال هاد اللاعب. فيليب كونزومبي في هاد الموسم هذا لعب مع فريق تي بي مازيمبي تقريبا في 30 مقابله، في 30 مباراه استطاع باش يسجل 8 ديال الاهداف ويصنع 5 ديال الاهداف، وهاد الاحصائيات كتعتبر ممتازه لواحد اللاعب اللي كيلعب كجناح. نمشيو دابا لاخر حاجه ندور على الايجابيات والسلبيات ديال انتقال كينزومبي لفريق الرجاء العالمي. وبكل صح الانتقال ديال كينزومبي لفريق الرجاء العالمي عنده بزاف ديال الايجابيات، ومن ابرز هاد الايجابيات اللاعب هذا كيتعتبر واحد الجناح اللي هجومي، يعني من تلك كيتعتبر واحد الجناح اللي كيجمع بين المراوغه وتسجيل الاهداف. وزيد عاوتاني كينزومبي كيتعتبر من ديك الاجنحه اللي سريعين بزاف، فتصوروا معايا في الهجمات المرتده هذا اللاعب هذا كيتعتبر مرعب بكل المقاييس. اما من ناحيه صناعه الاهداف هذا اللاعب هذا كيتعتبر ممتاز، يعني من تلك الانتقال ديال هذا اللاعب هذا لفريق الرجاء العالمي. وزيد عاوتاني اخر نقطه ايجابيه ديال الانتقال ديال كينزومبي لفريق الرجاء العالمي واللي هو القيمه التسويقيه ديال هذا اللاعب. فتصوروا معايا بعد ما غادي ينتقل هذا اللاعب هذا لفريق الرجاء العالمي وبعد ما غادي يتالق بزاف رفقه الفريق، فالقيمه التسويقيه ديالو غترتفع لواحد الدرجه الكبيره، وهادشي اللي غادي يخلي فريق الرجاء العالمي تستافد من هاد اللعبه هذا ماديا. نمشي دابا لاخر نقطه واللي هي السلبيات ديال الانتقال ديال كينزومبي لفريق الرجاء العالمي. وبكل صراحه كنشوف بلي الانتقال ديال كينزومبي لفريق الرجاء العالمي ما فيهش بزاف ديال السلبيات وكنشوف فيه بزاف ديال الايجابيات، خصوصا كما كنعرفوا بلي هاد اللاعب حاليا كيتعتبر ممتاز. على هادشي اذا جيت نشوف السلبيات ديال انتقال هاد اللعبه هذا للفريق، فبكل صراحه كنشوف بلي فيه فقط الايجابيات. نقوم نسير الفيديو بطلكم وطلعتوا وعطوني رأيكم في انتقال كينزومبي لفريق الرجاء العالمي. ويلا فتيكن معكم حفيد وتهلا.